حياكم الله معنا بحلقة جديدة من حلقات برنامج مبدعون ستيل بالجيرزي مع المنتخب الكويت الوطني للهوكي. ويني اتصالة نادي الكويت للألعاب الشتوية، المكان اللي تدربون فيه الأربع فرق اللي موجودين عندنا، وأيضا فريق المنتخب الوطني سواء كان للرجال للنساء للناشئين شباب بنات، كلهم تبارك الله يتمرنون في هذه الصالة. هذه الحلقة عندنا شخص حبيب بطل، راح نتعرف عليه بعد هذا التقرير. رجعنا نتواصل معاكم في حلقة برنامج مبدعون الخاص بنادي الكويت للألعاب الشتوية، ويانا بطل من نوع آخر من نادي ستارز للهوكي، وأيضا يلعب في المنتخب الوطني الكويتي للهوكي، ولدنا وأخونا سالم السالم. حياك الله. شلونك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ زين. سلم حبيبي، تبارك الله، قاعد أشوف لعبك وايد حلو ما شاء الله. إيش كثر صار لك تلعب هوكي؟ 5 سنين. 5 سنين. ومن اللي علمك على هذه الرياضة؟ من اللي خلاك تدخل وتلعب هوكي؟ أبوي كان يقول لي شوف هذا اللعبة الفيجي يلعبها، تبي تدش تشوف شكلها وناسة، كان أدش. حلو، ودشيت ولعبت اللعبة هذه. إنزين، أنا قالوا لي إن عندكم 4 نوادي: ستارز، ووريرز، وشنو؟ كاملز. كاملز. وفالكنز. وفالكنز. شو الفرق بينها؟ هم أفريقيا غير، وفي الأفريقيا تنعاد، يعني في حق اليهال U9 U12 U15 والاتباع. حلو، بس هم 4 فرق بس كلهم يقدرون ياخذون منهم حق المنتخب. انزل بالخمس سنين هذه اكيد كانت لك مشاركات، لعب داخل الكويت مع فرق مختلفه، فزت وخسرت. سولف لي. نعم. سولف لي عن لعبكم داخل الكويت. اكيد كان عندكم لعب داخل الكويت، فزت وخسرت، والفريق اللي قدامكم كان قوي، انتوا تغلبتوا عليه. في مره لعبنا في فالكنز. حلو. كان أول شيء تعادل، بعدين أنا قومت الجول وفوزت فريقي، بعدين يوم رجعت البيت اليوم الثاني تعطوني كاس الفوز. حلو، كاس الفوز وفوزت فريقك تبارك الله. هذا بالكويت، وبرا الكويت شاركت مشاركات خارجية؟ لا للحين. بعد للحين ولا مع المنتخب؟ لا. من أي عمر يأخذون المنتخب؟ من العمر 6 إلى 9. وتقدر تكون بالمنتخب وانت عمرك 6. انزين، اللي ما يعرف عن لعبة الهوكي شنو تقول له؟ تبي تدش الهوكي تجربها، اللعبة وناسة. اللعبة وناسة واللعبة حلوة. وانت شنو تحب الهوكي؟ لأنها رياضة تتعب وتخليك تستانس. تتعب وتخليك تستانس. ايش كثر مهم عندك انك تلعب هوكي كل يوم؟ ألعب هوكي كل يوم عشان أتدرب وأصير أحسن وأحسن. حلو. إنزين، سولف لي عن التمرين مالكم. كلش كثر تمرينكم يومياً؟ عندكم days off؟ شنو التمرين مالكم؟ إحنا عندنا تمارين يوم جمعة وسبت. حلو. وفي هذا الكلاس اللي زيادة، ويوم الجمعة والإجازة يعطونا يوم الأحد واثنين وخميس. أحد واثنين وخميس. والتمارين تبارك الله يكون فيها شوي يعني يشدون عليكم بالتمارين. شنو تسوون بالتمرين؟ مرات نلعب شلون نشوت، شلون نحرك لورا، شلون نقدم مع الباك كنترول. وش يسمون الجهاز اللي طلع علينا مساء؟ زامبوني. زامبوني. وش يسمون القرص اللي تلعبون فيه؟ باك. باك. حلو. انزين، شلون طريقة لعب الهوكي؟ شلون الفريق يفوز؟
لو لو لا في لا يعني اول شيء في اوفسايد. الاوفسايد لما المعاه اللي نفس الفريق اللي معاه الفك اللي معاه طوفة قبل ما يطوف خط الازرق. لو طف لو اللي بدون الفك طاف خط الازرق قبل ما يطوف يصير اوفسايد. ولو يصير اوفسايد يبلشون على النقطه حمراء يمني بالنص. حلو انزين. وش كثر تقدر تدخل اقوال عشان تفوز؟ كم شوط فيه؟ كم شوط فيه؟ ثلاث اشواط. واللي يفوز بشوطين ما يحتاج يلعبون شوط ثالث صح؟ لا هو في ثلاث اشواط ومن الثلاث اشواط اللي ياخذ اكثر نقاط هو الفايز. اللي ياخذ اكثر نقاط اللي يفوز باكثر عدد من النقاط. وتسجيل النقاط يكون عن طريق انك تدخل جول عن طريق كل واحد كله جول نفس الجول كله يحسبون نقطه واحده 1 بوينت يعني بس 1 بوينت. حلو انزين سالم حبيبي سولف لي هاو كان يو مانج بتوين يور ستاديز والتريننج اللي تاخذه هني شلون تقدر تنظم بين وقتك وبين التريننج؟ قبل ما اجي اسوي واجباتي بعدين لما ارد لازم انام ساعه 9. حلو فقبلها عندي وقت ادرس شوي ادرس ويوم الاحد والثلاث عندي اكسترا ديز اقدر ادرس فيهم اسوي اكسترا ورك. حلو تسوي اكسترا ورك. هذا شاطر ولا مو شاطر بالمدرسه؟ شاطر اكيد. زين وين تشوف نفسك ان شاء الله بعد 5 سنين سالم؟ ان شاء الله ان شاء الله بالمنتخب الكبار. بالمنتخب مال الكبار ان شاء الله وتنافس منافسات عالميه. زين ابي اسالك صدق اللاعب اللي يلعب اي لعبه جماعيه ولا فرديه لازم يكون يعني مثل ما يسمونه عنده هيلثي لايف ستايل لازم يكون اون دايت كذي هذا الكلام صح؟ ايه. شلون سولف لي انت شو تسوي؟ انا اخفف على الاكل يعني كل يوم اكل خفيف ما اتعشى لان لما وبالذات تاكل طحين بالليل لان الطحين بالليل مو زين. مو زين. كربوهيدرات بالليل شوي تكون ثقيله. فعقب وقت العصر لما يخلص يصير مغرب ما اكل شيء بس اشرب ماي. حلو. يور كيبينج اب ا هيلثي لايف ستايل صح؟ كفو. انزين هذا اللايف ستايل مالك. انزين الحين لما نسولف عن المشاركات الخارجيه يكون عندكم معسكرات شنو تسوون؟ شلون ينقون الناس حق المنتخب؟ لما يقول ناس المنتخب يشوفوني يلعبون زين يعني اللي يعني ما يعرف يشوت زين وكذي ما ياخذونه، اللي يشوت يعني عارف يسوي كنترول فوق زين ياخذونه. بس انت شاطر. يو ار جريت انا شفتك تبارك الله. حبيبي وش يو اول ذا لك وان شاء الله اشوفك احسن لاعب هوكي بالدنيا وانت نورتني وثانك يو سالم حبيبي مشكور. هذا كان ولدنا واخونا سالم السالم. وصلنا معاكم الى قفال حلقتنا لهذا اليوم من مقر نادي الكويت للالعاب الشتويه. دو صالكم على عيالنا بالنشر القادم من الرياضيين ترى كلهم خير وبركه في امان الله.